بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واستانف وياكم بالنسبه الى منهج الصف السادس الابتدائي وصلنا الى يونت 2 لسن 2 الوحده الثانيه الدرس الثاني on pages بصفحات 24 and 25 عندنا صفحات 24 و 25 the title is about at the mall عنوان الدرس هنا الدرس الثاني at the mall في المول هنا أنا صديقنا وسام راح يتحدث عن الاعمال اللي راح يقومون بها في هذا المول هنا أنا يقول لنا listen ان ريد اصغي واقرا هنا راح نقرا ماذا يقول وسام في هذا الباراجراف في هذه الفقره It's Saturday and we are at the mall. هنا يقول وسام انه يوم السبت ونحن في المول. يقصد هنا أن we are يقصد بي هي هيز فاميلي. راح نشوف من راح وياه بالنسبه للمول. I am with my mom and dad. انا مع امي وابي. My big sister دانيا واختي الكبيرة دانيا and little brother عمار واخي الصغير عمار. هنا there are lots of shops on different floors ويقول وسام انه يوجد الكثير من المحلات في طوابق مختلفة يعني هذا المول يتالف من عدة طوابق فهنا راح نتعرف على الارقام الترتيبية بالنسبة الى هذا الدرس اللي هي first second راح نتعرف عليها وتحفظ املاء ضروري جدا يحفظها التلميذ املاء. وهنا يقول أدنى وسام we need to decide where to go وهنا يقول وسام نحن نحتاج الى ان نقرر اين نذهب هنا نورتجيني كضمير وصل وليس كاداه سؤال هنا أنا يعني نحتارين انه أن يذهبون الى اي طابق اوكي هنا أنا اللي بعدها we are going to buy some clothes and i hope we are going to the cafe for ice cream هنا يقول وسام نحن نذهب او سنذهب لشراء بعض الملابس هاي اقراها clothes clothes اوكي ما اقراها clothes clothes يعني تكون القراءة دفعة واحدة البرونسيشن اوكي فاقراها clothes اند اي هوب وانا اتمنى او اتامل انه سنذهب الى الكافيه للمقهى فور ايس كريم ليش يحب يذهب الى المقهى حتى يتناول الايس كريم المثلجات هذا بالنسبة الى الباراجراف اللي تحدث به صديقنا وسام. هنا راح نشوف المخطط الخاص بالمول منطينا هاي الكلمات يعني هاي المحلات او الشوبس الموجوده بالمول وراح نشوفها باي طابق لكل محل اوكي فانا راح اقراها يقول لنا ليبل ذا شوبس ان ذا مول يعني جدول هذا المحلات بالمول فمنطنا اياها اللي هي مينز فاشن اللي هو عندنا الازياء الرجاليه هذه اس التملك هاي طبعا مان اللي هي جمع كلمه مان هذه مان اللي هي معناها رجل هاي ازياء رجاليه اللي هي من الاسماء الشاذه ما اضيف لا اس ولا يس طبعا هنا بحاله الجمع الشاذ تكون الفارزه قبل قبل الاس اما في حاله الجمع الاعتيادي تكون الفارزه بعد الاس هاي ان شاء الله تاخذوها بالثاني المتوسط وضع الفارزه بحاله الافراد وبحاله الجمع اوكي هنا نعم منز فاشن يعني معناها الازياء الرجاليه ادنى هوم كوكينج اللي هي ادوات الطبخ المنزليه اوكي، نانا كافي اللي هو المقهى، هاي المحلات الشوبس الموجودة بالم... بال- بالمول. نانا عندنا سوبر ماركت، الأسواق. نانا عندنا بلاي آريا اللي هي ساحة اللعب اللي هي خاصة بالأطفال فور تشيلدرن عندنا آي تي آند اللي هي عندنا البرمجيات والتقنيات والحاسبات. عندنا ومنز فاشين اللي هي الأزياء النسائية. هاي ومنز، اللي نانا جمعها كلمة وومن اوكي. جمع الكلمة ومن هاي بصيغة الجمع أيضا من الأسماء الشاذة ومن هنا جمعها ومنز فاشن الأزياء النسائية عندنا تشولدرنز فاشن اللي هي الأزياء الأطفال هاي أيضا اللي هي من الأسماء الشاذة تشولدرنز هنا الأصل مالتها اللي هي child أوكي هذا تشايلد بصيغة الأفراد children بصيغة الجمع هذه أس التملك يجين بعدها اسم عاقل أو غير عاقل اللي هي معناها أزياء الأطفال خاصة بالأطفال هاي بالنسبة إلى الشبس الموجودة آد مول، الموجودة بالمول، نانا راح نكتب حسب الصور الموجودة عندي أسماء المحلات الموجودة بالمول، نانا عندنا حسب ما موجودة بالصورة هاي الأزياء النسائية نكتبها نانا ومنز فاشن اللي هي الأزياء النسائية، نشوف هاي أدوات الطبخ اللي هي خاصة بالطبخ، هنا نكتب هوم كوكينج أدوات الطبخ المنزلية هوم كوكينج. اوكي نجي هاي ايضا هذا عندنا الازياء الخاصه بالاطفال نكتب هنا تشيلدرنز فاشن اللي هو عندنا الازياء الخاصه بالاطفال هنا اللي بعتها، هذا مثل ما تلاحظون هاي الاسواق سوري هذا هذه الصوره هذا الخط اللي جانا لنا اياه اللي هي عندنا اي تي اند كومبيوتينج اللي هي خاصه بالتقنيات وبرمجات الحاسوب عندنا هنا هذا اللي نسميه سوبر ماركت هذه الاسواق الخاصة بالمعلبات وغيرها هاي نسميه سوبر ماركت وأيضا هذا عندنا اللي هي ساحة اللعب نسميها بلاي أريا عندنا ساحة اللعب بلاي أريا وعندنا هنا الأزياء الرجالية هذا الخاص بالرجال نسميها mens فاشن اللي هي الأزياء الرجالية وهنا عندنا هذا المقهى الموجود بهذا به النادل الويتا وهذه عندنا الطاولة اللي توضع عليها الفوز اند درينكس اللي نسميها كافية. هاي بالنسبة الى الشوبس اللي موجودة عندنا at the mall وكتبناها بهذا الشكل اكتبها مثل ما موجود عندنا حسب الصور والكلمات الموجودة عندك هاي الشوبس وارتبها بهذا الشكل نجي الى عندنا الصفحة الثانية page 25 صفحة 25 هنا يقول لنا read اقرأ Who is speaking؟ من المتكلم؟ اوكي؟ okay. write the names، اكتب الأسماء اللي الأسماء الموجودة عندي اللي يتحدثون بالنسبة من ذهبوا إلى المول اللي هم عندنا مام الأم، داد الأب، وسام ودانيا وأخوهم عمار. هاي يعني راح نقرأ الكلام اللي موجود بهاي البوكسز ونشوف من القائل هذا الكلام، من المتحدث. اوكي؟ نانا، نمبر 1 I want to look at the saucepans. أنا أريد أن أنا want فعل الرغبة وونت تو يجيني بعده فعل مجرد خالي من كل إضافة. عندنا want وان شرحته باليونت الأول. want to look at the saucepans. من اللي تقول يعني هذا الكلام اللي هي تبحث عن أو تنظر إلى saucepans إلى القدور. هنا أنا where do I go؟ أين أذهب؟ أين أذهب؟ فهنا إلقاء هذا الكلام إنه تبحث عن القدر يعني الخاصة بأدوات المطبخ أكيد راح تكون اللي هي ما أك أكون هنا ما نمبر no. 2 أدنى يقول I need a new dress أنا أحتاج فستان أو صدرية جديدة and a coat ومعطف for school المن للمدرسة هنا فوق معناها ل للمدرسة Where do I go أين أذهب فهنا ن... أداة السؤال وير تسألني عن المكان فأستخدم اسم المكان لكن أنا دا عن الشخص المتكلم لهذا الجمل لهذه العبارات فهنا أنا اللي تتكلم عن هذا الموضوع اللي هي صديقتنا دانيا هنا أنا أكتب اسم دانيا أوكي نمبر ثري I want to have an orange juice أنا أريد أن أتناول عصير البرتقال Where do I go؟ أين أذهب؟ إذا أريد أتناول عصير البرتقال وين أروح؟ أذهب إلى السوبر ماركت أو منز فاشن أكيد راح يكون فهنا أنا من قال هذا الكلام طبعا هاي شوية اكو بيها آه يعني آه يعني بالنسبة للاختيار فهنا أنا اختار أنا بالنسبة إلى اسم داد اللي هو الأب اللي قال هذا الكلام نيجي اللي بعدها نمبر 4 أي وونت تو فايند هاو ماتش نيو سمارت فون هنا أنا يقول أنا أريد أن أعرف أو أجد آه إن أنا كم سعر السمارت فون الهواتف الذكية يعني تكلف يعني كم تكلف هاي الهواتف الذكية؟ هذا يقول وير دو اي جو؟ أين أذهب؟ طبعا المتكلم هنا أنا راح يكون صديقنا وسام. هاي شوية عندنا الاختيار الرابع والثالث ما بين وسام والداد، يعني هنا أنا أختار هنا بالنسبة للأورنج اللي هو داد وهنا اللي يبحث عن السمارت فون اللي هو صديقنا وسام. النقطة الخامسة أو البوكس فايف أن هنا أقول اي دونت ونت تو باي أني أنا لا أريد أن أشتري أي شيء. I want to play أنا أريد أن ألعب يا هذا اللي يحب يلعب وما يحب يذهب الى اي مكان اخر Where is the play area؟ أين ساحة اللعب؟ أكيد راح يكون صديقنا عمار لأنه أدنى طفل عمره ست سنوات، فأكيد يعني هاي المحلات ما راح تهمه ما قد ما تهمه أنه ساحة اللعب حتى يلعب بهذه الألعاب الموجودة بهذا المول. أكيد راح يكون صديقنا عمار، فأكتب الأسماء الموجودة عندي اللي هو منطينا إياها اللي هم مام، داد، سوسام، دانيا، أند، عمار. واكتب حسب ما موجود عندنا هنا بالمول وحسب الكلام اللي يعني كل شخص يتحد يبحث عن مكان معين لحتى يذهب اله وهاي تكون كتابتها بهذا الشكل، وملاحظه انه اكتب الاسماء بالكابيتال لتام، اكتبها بحرف كبير. نجي الى التمرين اللي هنا يقول لنا read the shop names، يقول لك اقرا محلات اسماء المحله المحل هنا where do they need to go. ماذا هنا؟ أنا؟ أين يجب أن يحتاجون أن يذهبوا؟ يقصد بها عائلة وسام write the numbers يقول لك اكتب الأرقام بهاي المربعات فهنا عندنا مثل ما تشوفون هاي الخريطة الخاصة بالمول هنا عندنا الأسماء هنا طبعا أنا منطيني 2 1 اللي هي هنا الجي اف معناها هذا عندنا سكند فلور راح نتعرف على الارقام الترتيبيه الطابق الثاني اقصد به سكند فلور هو كاتب لنا هنا وذ ابريفيشن اكتب الرقم 2 والاختصار من كلمه سكند اخذ فقط من اتها الحرفين الاخيرات الان دي وكلمه فلور معناها الطابق الطابق الثاني عندنا هنا فيرست فلو الطابق الأول، هاي الطابق الأول فيرست فلو، هنا وعندنا عندنا هنا جراوند فلو الطابق الأرضي، جراوند فلو اللي هو أسميه الطابق الأرضي، جراوند فلو الطابق الأرضي، وأختصرها بهذا الحرفين، جي اللي هي معناها جراوند، وعندنا الإف اللي تعود كلمة فلو، وهنا أنا حسب الأسماء الموجودة عندي، هنا أنا أرقم. عندنا الكافي اللي ذهب الى المقهى يا هو نمبر اللي هو نمبر 3 عندنا وومنز فاشن يعني الازياء الرجاليه ما حد ذهب إلها ولا شخص هنا تبقى فارغه هذا المربع عندنا هنا هوم كوكينج من الشخص اللي ذهب الى ادوات الطبخ المنزليه اللي هي نمبر 1 اللي هي ما اكتب هنا نمبر 1 نجي عندنا بالنسبه الى الطابق الاول فيرست فلو عندنا هنا بالنسبه الى مينز فاشن اللي هي ازياء رجالية ما حد ذهب إلها. وعندنا هنا اي تي اند كومبيوتينج اللي هي البرمجيات الحاسوب هنا اللي هي نمبر 4 الخاصه بصديقنا وسام هنا أنا اكتب نمبر 4 وعندنا هنا تشيلز فاشن اللي هي عندنا اللي هي نمبر 2 الخاصه بدانيا شي وونت تو باي ادريس كوت فور سكول تحتاج انه uh, تشتري الى الفستان الصدريه والمعطف uh, للمدرسه وعندنا هنا عندنا جراوند فلو والطابق الارضي هنا أنا موجود عندنا سوبر ماركت ما حد ذهب اليه وعندنا بلاي اريا من الشخص اللي ذهب الى ساحه اللعب اللي هو صديقنا عمار هنا أنا اكتب نمبر 5 وارقم هاي المربعات حسب الكلام الموجود عندنا والارقام الموجوده عندي لاصحاب هذا الكلام هذا بالنسبة فيما يخص عندنا بالنسبة إلى كتاب الطالب، نجي إلى الملاحظات الخاصة بهذا الدرس، راح نتعرف على الأرقام الترتيبية، تحفظ إملاءً، ضروري جدا يحفظها التلميذ، أوكي؟ عندنا بالنسبة للأرقام الترتيبية، فقط عندنا هذول الأرقام الأولى، يعني تحفظ إملاءً، يعني تدرخدرخ مثل ما نقول، عندنا First. معناها الأول أريد أختصرها أكتب رقم واحد وأخذ الحرفين الأخيرات من كلمة first اللي هم الاس والتي أختصرهم بهذا الشكل يعني ينطيك إياها بسؤال السبيلنج الـ سؤال الإملاء ينطيك إياها بهذا الشكل أنت تحول هي أداء يعني باللونج فورم ينطيك هنا السكند اختصارها يكون بهذا الشكل اندي عندنا third هنا يكون اختصارها فقط اخذ الحروف الاخيره من الكلمه كلمه first second and third هنا اكتب الرقم والحرفين الاخيرات من كل كلمه من رقم اربعه الى يعني مع لا نهايه هنا راح استخدم الحرفين th ينطيني صوت ث th وليس ذ 6 اوكي عندنا الرقم 4 يعني المفروض حافظ الارقام الاولى الاحاديه اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 وانا دائما اكرر هاي النمبرز بالنسبه للارقام اذا حفظت الارقام الاحاديه الاولى راح تحفظ بقيه الارقام عندنا 4 رقم 4 هذا رقم اعتيادي بالنسبه للرقم الترتيبي هنا نفس الرقم فقط اضيف له تي اتش تصير فورث بالاختصار اكتب الرقم أربعة الرمز الخاص بالرقم أربعة والحرفين الأخيرات اللي هم راح أضيفهم للرقم اللي هو تي اتش أقرأ فورث أوكي أدنى هاي الملاحظة أنه فايف هذا الرقم الاعتيادي أدنى فايف خمسة من أقول هذا ما أخذ المرتبة الخامسة أو المركز الخامس ما أقول فايف أقول fifth هنا يصير عندي تغيير أحول أو أقلب ال الفي إلى أف وهنا الإي -E تحذف تصير fifth اقرأها fifth ما اقرأها five fifth هنا اقرأها five لكن بالرقم الترتيبي اقرأها fifth fifth واكتبها اختصرها الرقم خمسه الرمز الخاص بالرقم خمسه وعندنا th هنا اقرأها fifth وهكذا مع بقيه الارقام عندنا six رقم الاعتيادي sixth المركز السادس هنا اختصرها الرقم سته الرمز الخاص بالرقم سته وهنا التي اتش الخاصه بالاختصار sixth 7 7 7 اوكي اكتبهم بهذا الشكل، عندنا 8 8، نانا هنا اكتب الرقم 8 9 9 9 بهذا الشكل اختصرهم، عندنا 10 10 واختصرها بهذا الشكل، الرمز الخاص بالرقم وعندنا التي اتش، وان سمينا بقيه الارقام عندنا 11 اللي هو هنا الرقم الاعتيادي 11 11 عشر. أختصرها بهذا الشكل، الرقم الثالث، و أدنى ال th، عندنا 12، هنا أنا الرقم الإعتيادي 12، بالرقم الترتيبي أقرأها 12، تحول v إلى f، واحدة في ال e، أقرأها 12. 12، اوكي، واختصرها بهذا الشكل، الرمز الخاص بالرقم 12، وعندنا التي اتش، يعني هاي نخلي مربعات على ال 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 الأرقام الشاذة حتى تحفظها، وعندنا 13، هاي اللي نضيف لها المقطع تين، ناكل تين، 13، اوكي، هنا يصير 13، آه هنا أنا اختصرها بهذا الشكل، الرقم والمقطع تي اتش، وهكذا مع بقية الأرقام. هنا عندنا أيضاً سؤال اه أداة السؤال how much هنا تجيني للسؤال عن البرايس عن السعر، ما تجيني السؤال عن الكمية غير معدودة هنا how much يجيني بعدها if فيرب to be، أيضاً هي تشابه لعندنا how old تسألني يعني عن العمر، لكن ما إذا ينطيني بالجواب هنا اه قيمة السعر لهذا الشيء، هنا مثلاً اه شلون تجيني how much is that dress أيضاً جاني بعدها if فيرب to be، حالها حال how حال old، لكن شلون أفرق بيناتهم؟ هنا how much is that dress هنا منطين بالجواب 25 إيراكي دينار يعني تكلف 25 هنا سوري هذه يعني تكون بهالشكل إيراكي دينار تكلف 25 ألف دينار عراقي فهنا أنا الهو هنا يعني اجتني السؤال عن البرايس ما دام انطيني بالجواب هنا البرايس السعر فهنا how much تسالني عن السعر وليس عن الكميه هنا شلون تجيني كصيغه السؤال منطيك هنا اختيارات هاو ماني and how much هنا أنا أفتهم الجملة حتى يكون اختياري يكون تمام هنا أنا are these boots هنا أنا منطيني الجواب 20 Iraqi dinars هنا أنا 20 هنا اه. اه. أنا أوكي 20 thousand Iraqi dinars هاي 20 1000 دينار يعني هنا منطيني الرقم الخاص او السعر الخاص بهذا البوت فهنا انا منطيني الجواب اذا منطيني اياه بهذا الشيء يعني منطيني السعر برايس هنا راح يكون اختياري اللي هو راح يكون هاو ماتش وليس هاو ماني يجيني بعدها اسم بصيغه الجمع يعني مضاف له اس اوكي هذا بالنسبه الى استخدام استخدام عندنا اداه السؤال هاو ماتش اللي تسال لي عن البرايس عن السعر وليس عن الكميات غير المعدودة هذا فيما يخص أجنب بالنسبة إلى كتاب الطالب وإن شاء الله بعدها راح أسوي فيديو خاص بكتاب النشاط والتمارين الخاصة بهذا الدرس الدرس الثاني من الوحدة الثانية Thank, you very much. Thank you.